وحلال العقد لاسانا ديارا وافضل لاعبي ريال مدريد الموسم الماضي. كرات يتبادلها نجوم الريال الان انخيل دي ماريا بكره طوليه اماميه خطيره فرصه تدف والكره في الشباك لا اول اهداف المباراه للريال. إيغوين يتمكن من مباغته شباك الحق واجمل وهدف اول لريال مدريد في الموسم الجديد بالاقدام الارجنتينيه. غونسالو إيغوين يتمكن من مباغته شباك الحارس دي جولفيش ولو بصعوبه. هذه الكره الطوليه ينسل من وراء دفاعات فالنسيا. ان تركتم مثل هذه المساحات فستتلقون المزيد من الاهداف. انخيل دي ماريا بيساريه ارجنتينيه خالصه. اذا هدف ارجنتيني خالص للاخطر. نتابع كرة لمصلحة فالنسيا داخل منطقة الجزاء يخرج إيكر كاسياس والهدف. هدف التعادل من جوناس البرازيلي. يباغت إيكر كاسياس الذي ما كان عليه أن يخرج لهذه الكرة. كرة يباغت من خلالها جوناس وإيكر كاسياس وبيبي ملقيان على أرضية الميدان والحكم يحتسب الهدف رغم الدماء. هدف التعادل من جوناس غونزالفيس. هدف التعادل لفالنسيا الخفافيش. فرحة لهذا البرازيلي المبدع. السلامة للحارس إيكر كاسياس ولمدافع بيبي. بيبي إذا ارتطم من دون أن ارتطم بلاعب من دون أن يرى